على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر. شوط ينتهي وشوط ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثالث في مجموع هذه الأشواط لسن الثنايا، وهو الشوط الأول لقعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع الشعارات ولجميع الأسماء الحاضرة العودة. ونبدأ مع البداية مع الشميمي لسالم بن أحمد بن سالم الخيلي، من يقدم لنا الشميمي بالمركز الأول. النقلة والدور إلى ثاني التحديات إلى مروح مع أبو سعيد، يبي يروح بالناموس محمد بن سعيد بن حضيرم الكتبي، حاضر في ثاني التحديات مع مروح وثالث الأسماء. الغدوم من شاهين ليوعام بن سعيد بن قطامي العامري، أبو سعيد حاضر مع شاهين الدماء الشاهيني، حاضر في ثالث التحديات ورابع الأسماء. تابع الوصول والقدوم والحضور في رابع التحديات، ما شاء الله يا هذا الوصول الجميل وهذا التسلل. القدوم من الرقم 5 من الوصول من صيحان لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيلي في رابع التحديات، وخامس الأسماء وصل والوسمي لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيلي في خامس التحديات. هكذا مشاهدينا الكرام نعود ونوه اللي سبق في الشوط الماضي، تهانينا والناموس. هو الشوط الاول لابكار المهجنات الى صايل شقره لسعيد بن راشد بن سعيد بن عبيده النيادي، من قدم لنا شقره في الشوط الماضي مع الشوط الابكار المهجنات الى صايل. تهانينا والناموس لمالك شقره سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيده النيادي، كان خطا مطبعي. تهانينا والناموس لك يا ابو راشد على هذا الفوز الجميل. هكذا نتواصل مع هذا الشوط الثالث لقعدان المحليات الأصايل. نبدأ ونعود إلى الصدارة إلى الشميمي لراشد بن أحمد بن سالم، سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيلي، من يقدم لنا الشميمي بالمركز الأول. المركز الثاني تابع شاهين ليو عامر سعيد مقطامي العامري في ثاني التحديات، وثالث الأسماء طماع السلطان بن محمد بن مرخان المنصوري، حاضر بن مرخان مع طماع في ثالث التحديات ورابع الأسماء. ما شاء الله يا هذا القدوم الجميل والوصول من الوسمي لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيلي، وصل بن مبارك وحضر مع الوسمي، سلالة الوسمي في رابع التحديات وخامس الأسماء. ما شاء الله يا هذا الوصول من مصيحان لأحمد بن مبارك بن يمعة الخيلي في خامس التحديات، ولكن العودة إلى الصدارة.
نعود للبداية للمركز الأول وإلى الرقم واحد وهو في المدرج رقم واحد الشميمي لسالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيلي من يقدم لنا الشميمي بينما النقلة مع ثاني التحديات مع الثاني الأسمام طماعة لسلطان بن محمد بن مرخان المنصوري حاضر مع طماع في ثاني التحديات وثالث الأسماء شاهين ليو عامر سعيد بن قطامي العامري في ثاني التحديات ورابع الأسماء مصيحان مع أحمد بن مبارك بن معه بن مقير الخيلي في رابع الأسماء وقير إلى ثالث الأسماء بينما الدور مع خامس التحديات مع الوسمي لأحمد بن مبارك بن معه بن مقير الخيلي ما شاء الله يا هذه الأسماء يا هذه القعدان المحليات الأصايل العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى الرقصة إلى التحدي إلى الشميمي وخلك شميمي الشميمي سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيلي يقدم لنا هذا البطل الجميل هذا الانطلاق المثير في المركز الأول في الانطلاق الأول الله الله يا الخيلي ركز ركز على هذا الموقع المثير يقدم لنا الشميمي بالمركز الأول بالانطلاق الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء على هذا الرقص على هذا التحدي الجميل الكيلومتر الأخير الكيل الخطير الكيل المثير وبدأ يقادر الشميمي بدأ يقادر بالانتصار مع سالم بن أحمد بن سالم الخيلي الله الله يا أبو أحمد يقدم لنا هذا البطل وشوف الوصول من مصيحان لأحمد بن مبارك بن معه بن مقير الخيلي بدأ يغير إلى ثاني الاسماء وعين على البداية ولكن عود مع الرقصة عود مع الشميمي بالأداء المثير بالتحدي الجميل دير بالك من مصيحان وصل مصيحان ولكن الرقصة بدون أوامر ولا تعليمات سالم بن أحمد بن سالم الخيلي الله بدأ يتحرك بدأ يقادر مع الشميمي سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي سلام الشميمي سلام تهانينا والناموس لسالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي من قدم لنا الشميمي بهذا الشوط المركز الثاني صيحان لأحمد بن مبارك الخيلي وثالث الأسماء الشاهين ليو عام بسعي من قطامي العامري في ثلاث تحديات ورابع الأسماء معالي خطة هانينا والناموس لمالك الشميمي سالم بن أحمد بن سالم سعيد الخيلي